تعالوا نشوف مع حضراتكم دلوقتي لقاء خاص لصباح الخير يا مصر، أجرته زميلتنا دينا شرف مع الكاتبة منى الدغيدي اللي اتكلمت معاها عن كتابها نوني وحكاويها، كتاب مليان قصص وحكايات ومواقف بتعلمنا المعنى الحقيقي للأسرة الناجحة والصحبة المستقرة اللي نشأت على مبادئ ونظم وأصول. تعالوا نشوف اللقاء مع زميلتنا دينا شرف. نوني وحكاويها، كتاب مليان حكايات ومواقف بتعلمنا ان الحياة فيها حاجات كتير قوي، مش لازم تكون الأسرة الصحية الناجحة تكون كلها انضباط وتكون كلها خنقة وكلاكيع، لكن كمان ممكن تكون فيها حب وترابط ويكون ان انا كأم اصاحب اولادي. الكاتبة منى الدغيدي ادتنا خلاصة الحياة وخلاصة التربية الصحية والإيجابية في كتابها نوني وحكاويها. برحب معانا بالمهندسة والكاتبة الجميلة منى الدغيدي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، ميرسي على المقدمة الحلوة قوي دي. اهلا بحضرتك. سو ماتش، ميرسي. تحبي نقول لحضرتك نوني ولا توتا ولا ماضي زي ما نوني حلو، نوني حلو. احنا عرفنا من الكتاب ان الاسماء الدلع دي كلها جت من اصحاب اولاد حضرتك. بالظبط. صحيح. توتا ده بتاع اشرف. ماضي اشرف جوز حضرتك، زوجي العزيز. ماضي ده صاحب اسلام احمد سمير، احنا دايما انا بقول له يا سمازي، فهو طلع عليا مازي، ومن ساعتها ده اللقب الرسمي بتاعي في البيت يعني للاولاد وكده. نوني ده الاطفال الاحفاد والحفيدات يعني، ده عشان يعني ما احبش ان هم يقولوا لي يا منى يعني، او لازم يبقى فيه احترام كده. ليفل من الاحترام بيدلعوني لدرجه ان هم قريب قوي يسالوني طب اسمك ايه؟ قلت لهم منى، بس انا نوني انتوا اللي بتنادوا لي بيه، فده طب نوني وحكاويها بقى، القصه دي جت ازاي؟ ولان هي عباره عن قصص جميله جدا، يعني لما حضرتك حد يقرا الكتاب يحس ان هو بيبقى سلس وبسيط جدا في اسلوب العرض ليه. الحمد لله. بصي، هو بداية كانت في أيام الكورانتين، فاضيين تقريبا، أنا معمول علي حجر صحي علشان المشاكل الصحية اللي عندي الحمد لله، فممنوع تماما أن أنا أخرج من البيت 6 شهور ونص، ما بعتبش برا البيت، برا باب الشقة هنا هو. فالأحفاد بينزلوا لي كل يوم، يخلصوا بنخلص على الساعة 7 بالليل 8 بالليل، بيطلعوا بيوتهم، فبقى أنا قاعدة بكتب بعمل بوست. ابتدت الأول إن أنا عايزة يعني، أنا ما كانش فيه ولا على البال ولا على الخاطر للأمانة يعني، أنا قاعدة بسمع التلفزيون ولقيت الشيخ السيد النقشبندي رحمة الله عليه والموشح بتاع مولايا مولاي إني ببابك، ده بيخليني بقى يعني كلنا بصراحة. مسكت الموبايل وقعدت أنا منى مصطفى كامل الدغيدي مواليد بورسعيد وهجرنا كذا وي، وكانت أول حكاية أعملها ونزلها، ده نزلتها على البوست على الفيسبوك، عند على جروب مشتركة فيه اسمه القصة القصيرة، وشجعوني جدا جدا وياريت تكملي وكده. ابتديت فعلا أكمل، بعديها رحت منزلها على جروب تاني اسمه ليه لأ، وبعدين على الصفحة بتاعتي، وبعدين الناس مبسوطة قوي من طريقة السرد. صحيح. فدي شجعتني قوي قوي، وأنا من مهجري بورسعيد، فدي عندي مخزون كبير قوي قوي أيام ما كنا في المدرسة ووقت هجرتنا، لما هجرنا من بورسعيد للقاهرة هنا كانت فترة صعبة جدا بالنسبة لنا. انا عارفه ان حضرتك هاجرتي في 69، صح؟ 69 بالظبط، الحرب كانت 67 واحنا قعدنا سنتين بعديها في بورسعيد، وبعدين هاجرنا 69 وشويه، ولقيت الاستاذه نوره رشاد مديره الطباعه في المصريه اللبنانيه، دار المصريه اللبنانيه، وهي اللي اخذت، قالت لي، كلمتني يعني، بعتت لي على الماسنجر، واحنا عايزين البوست بتاعتك دي نحطها في كتاب. سالته كده وقالوا لي اتس اوكي، الشباب شجعوني واشرف شجعني جدا، واخذوا البوست كلها الحمد لله، وكانت دي البدايه. كانت البدايه الحمد لله.
ماما ملوكه ليها حكاوي كتير وقصص كتير مع حضرتك، ويمكن انا كمان وبابا الاثنين بس الام كمان بتاثر بشكل كبير. وحضرتك واخده طباع شخصيه منها كتير يعني، واحنا بنتكلم قبل اللقاء كنت بتقولي بقول لحضرتك النظام والبيت، قلت لي انا واخداها من مامتي جدا. ده حقيقي. مامي اثرت فيا جدا جدا طبعا. اولا ما تعرفش حاجه اسمها مستحيل. مامتي كان عندها بتاع ضيق في صمام ميترال في القلب، حالتها الصحيه لم تمنعها اطلاقا ان هي عايزه تعمل كذا، تسعى 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 جدا لغايه ما تعمل ما تنفذ اللي هي عايزاه في الحقيقه. فدي انا اتعلمتها منها. النظام، التربيه برضو طبعا في حاجات كتير واخدها منها. بس الا العجن، هي حبيبتي عشان صحيه ما تقدرش تضربنا فكانت بتعجننا. الحمد لله يعني اولاد حضرتك اسم واسلام ما تعجنوش. لا ما عمريش، لا ما كنتش بضرب. الحمد لله. لا ما كنتش بضرب يعني، لا اصل الصبيان صعب. طبعا صعب، واحنا بنربي رجاله يعني مش. ربنا يخليهم يا رب حبيبتي. طيب بابا بقى اخذتي منه ايه؟ بابا حاجات كتير برضو، ازاي احترم راي الاخر، ازاي احترم افكار الاخر. حضرتك بتقولي انا كنت الفنانه بتاعتهم الى حد كبير. الى حد كبير، بس كان ليكي مواقف يمكن في الكتاب مكتوبه عن ان حضرتك وانت في بورسعيد كان ليكي اكتشافات كده في الغنى وفي الغنى التمثيل. في المدرسه. في الغنى كانت، كنت دايما في فريق الموسيقى ابتداء من ابتدائي واعدادي وثانوي. وكنت بدخل مسابقات على مستوى الجمهوريه ما شاء الله، كان كفريق كلنا يعني، وكنت بدخل سولو ساعات. وبعدين واحنا مره بنقفل حاجاتنا في الموسيقى، في اوضه الموسيقى، بقفل الاكورديون بتاعي، وبعدين بدات ادندن باغنيه لفيروز، فلقيت ابله ناديه الله يصبحها ويمسيها بالخير، انا ما اعرفش هي فين دلوقتي، بتقول لي علي صوتك يا منى. فعليت صوتي، فابتديت بقى هي تمرني على النفس وكده، وابتديت اغني في المدرسه. طيب بس اتحقق حلم التمثيل برضو، يمكن النجم اسر ياسين جه لحضرتك وقال لك ان في فيلم سينمائي محتاج ان انت تشاركيني فيه. رد فعلك كان ايه؟ بصي بتقل قوي 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 يعني، كنت عامله تقيله قوي في الحقيقه. كنت فرحانه جدا. ايوه طبعا اكيد هو فرحانه، بس ممكن يكون التقل ده جاي من التوتر او القلق والخوف. هبقى عامله ازاي؟ لا لا خالص، خالص. لا خالص خالص. انا يعني الفيلم انا عارفه ان هو ما فيهوش كلام اصلا، فما فيش صامت، دور صامت. هو لا كل الفيلم اصلا ما فيهوش كلام. كل الفيلم ما فيهوش كلام. كان فرش وغطا. وعلى فكره خد جايزه اولى في مهرجان مونبلييه في فرنسا. مش عشاني بس، هو الفيلم كان حلو. لا فعلا هو قصه الفيلم مميزه جدا ومختلفه. بس كان ليكي دور تاني بس صوت. في فيلم تاني كان طلع صوت، كان الاستاذ هاني خليفه، وكان يعني انا مطلع مامة قاسر برضو، بس بكلمه على الموبايل كام دقيقه. وعلى فكره بيتعبوا جدا جدا. اربع دقايق قعدنا فيهم اربع ساعات. والله. وبعدين قلت له استاذ هاني معلش عشان انا مبتدئه يعني وكده، قال لي والله لو مين برضه هعمل نفس الاعداد دي يعني وكده، عشان حاجه تطلع كويسه جدا. الحمد لله. هو حريص جدا في شغله حقيقه ما شاء الله. نوني بقى كأم لولدين قاسر واسلام. وحضرتك مهندسه، وباشمهندس اشرف مهندس، وقاسر واسلام برضو مهندسين. التربيه كانت عامله ازاي بقى في بيت فيه ثلاث رجاله؟ مش هقول يعني حضرتك تعاملك ازاي معاهم، وخصوصا انا عارفه يعني من القصص اللي حضرتك حكيتيها ان قاسر كان شقي جدا، وبالنسبه لك السنين الكليه بتاعته كانت سنين عجاف زي ما بيقول. العجاف دي هقول لك ليه بعد كده. بس احنا بصي الرياضه كانت مهمه جدا جدا، ممارسه الرياضه. انا في فترات ببقى تعبانه مش قادره، فاشرف هو اللي لما بيبقى متواجد معانا في القاهره هو اللي بياخدهم التمرينات والتمرين وكده. ابتدينا بالتايكوندو في الحقيقه من صغرهم قوي، في وما شاء الله لغايه الجامعه هم بيمارسوا التايكوندو. واسر كان بياخد تخفيض كمان في الجامعه علشان البطولات بتاعه التايكوندو. وكان اسر ما شاء الله في المنتخب القومي كمان. في التايكوندو. فدي كانت مهمه جدا 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 في تظبيط الشباب للامانه. طبعا لان الرياضه دي بتبقى مهمه جدا. حسيتش فتره البتاع اللي هي المراهقه؟ لا لا خالص. ما حسيتش، لان احنا بننزل الساعه 7 الصبح، 7 الصبح بنبقى في النادي بنعمل التمرين. سباحه، وبعدين تايكوندو في نادي الشمس من الساعه 5 لغايه 10 بالليل، باجي بشيل واحد واحد اطلعه. والساعه 5 الصبح
بنصحى ياخدوا الدش بتاعهم ونستعد لليوم التاني. ده في الصيف ما عنديش صيف يصحى الساعه 12 وفيديو لغايه الساعه مش عارفه كام، ما عندناش الكلام ده خالص. طيب اسلام بقى كان يعني اسلام هادي كان طبعه هادي على طول يعني، وكان حبوب قوي وهو صغنن كمان. آسر كان حبوب جدا على فكرة، وكان محبوب قوي قوي من الأطفال اللي حواليه يعني ما شاء الله. لا إسلام طبعا الطباعة لا غير، الاثنين مختلفين. مختلفين. مين واخد طباع حضرتك ومين واخد طباع المهندس أشرف؟ بصي، هو آسر مرة جاب ورقة وكتب بابا ماما آسر إسلام وإيه الحاجات الكومن بيننا، وبعدين بيقول لي عملت الحاجات الكومن كلها، وبعدين رحت يا نهار ابيض ده انا زي ماما بالظبط. قلت له طب وايه اللي مزعلك؟ اسلام واخد حاجات حلوه قوي من اشرف حقيقه، الايثار، مساعده الاخر بكل ما يملك من مشاعر واي حاجه حقيقه. آسر نفس الحكايه ما شاء الله برضو. مهندس اشرف ليه قصص كتير في الكتاب بتاع نوني وحكاويها، لكن حابة اعرف بقى من حضرتك، يعني انت كنت بقول لك احكي لي قصه الحب وقلتي لا دي هتاخد منها وقت طويل جدا. ايوه ده حقيقي. لكن حضرتك استمرت الجواز عن حب يعني اكتر من 45 سنه. انا اعرف اشرف من وانا عندي 3 سنين، ونشأت من هنا ودخلنا مدرسه مع بعض، اول مدرسه المدرسه اليونانيه انا واشرف مع بعض اول سنه. بعد كده كنا بنتقابل كتير في الصيف وكده يعني، وكانت يعني الحمد لله رب العالمين. بصي من الاخر اشرف قلت لي سند وظهر، سند وظهر وقلبي. لا دي كلمه كبيره جدا قلبي. طبعا قلبي. اساس الزواج الناجح شايفاه حضرتك ايه؟ ممكن يكون اساسه ايه؟ الاحترام وتثمين دور الآخر. يعني الاحترام متبادل، حتى لو اتخانقنا حتى لو زعلنا من بعض لازم يبقى في احترام متبادل. طبعا مهم جدا طبعا. جدا التثمين دور الآخر ازاي يعني؟ انا يعني اشرب بيسافر كتير شغل، يقولوا لي انت ما انت واقفه على المباني وانت اللي بتودي الولاد التمرين وانت مش عارفه ايه. اوكي، بس هو قاعد في الصحراء هناك في حراره 50 و55 وهو في تقدير منه لحضرتك علشان وانت وحضرتك بتقدريه، في تثمين متبادل. صحيح. بينا احنا الاثنين تثمين لدور الاخر. احنا الاثنين الحمد لله. الحمد لله. دي مهمه جدا 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 حقيقي. يعني الاحترام والتقدير المتبادل والتثمين ده، وان هو يكون قلبك. ربنا يخليكم لبعض يا رب. وهو قلبي من ايه؟ من معاملته طبعا. اكيد اكيد الحمد لله. اكيد. انا عرفت ان حضرتك عملتي اهداء لكل الناس في الكتاب ده. والله في ناس يعني نسيتيها. ده اهداء كتير جدا يعني. وكانت نوره حتى المدير النشر بتقول لي كل ده صفحتين ونص. صفحتين اهداء. بس ده معناه ان حضرتك بتقدري اي حد يقدم ليكي حاجه معروف بسيط جدا. وده صفات ولاد الاصول يعني. ربنا يخليكي. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندسه والكاتبه منى دغدي على وجودنا مع حضرتك النهارده. والجده والام وكل والجده والام وكل حاجه. اجمل ام في الدنيا. ربنا يخليكي يا رب. بشكرك على وجودك معانا، نورتينا. صباح الخير يا مصر. قوي قوي. شكرا لحضرتك.